معكم أستاذة ريس حنان، طبيبة مختصة في التشريح المرضي وأستاذة بكلية الطب والصيدلة بمراكش. هذا السباق هو الرابع من نوعه اللي كيهتم بالتعريف بسرطان الثدي تحت شعار لنتحدث عن سرطان الثدي. الهدف منه هو التحسيس بأهمية التشخيص المبكر لهذا السرطان، لأن إذا كان تشخيص مبكر كيكون العلاج ناجع 100% تقريبا، وأهمية كذلك الرياضة في التقليص من الإصابة بالسرطان بكل أنواعه. وكنشكر المجتمع المدني اللي انخرط معنا، المرضى، عائلة المرضى، الكل انخرطوا معنا في إنجاح هذه التظاهرة اللي كانت ناجحة بكل المقاييس. وشكرا للمستشفى محمد السادس اللي عاوننا واللي كان هو البادرة منه أنه يكون نهضروا على هذا السرطان الثدي في أكتوبر الوردي. كنوجه وأن جمعية الرفاء والصحة اللي هي جمعية تابعة لمستخدمي المستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش كتعنى ماشي غير بالمريض داخل المستشفى، ولكن كذلك بالمجتمع خارج المستشفى، وهي داخلة في إطار المسؤولية الاجتماعية للمستشفى محمد السادس، أنه ماشي إحنا هنا باش نداويو الأمراض فقط، ولكن نحدو من انتشار الأمراض ونحاولو أن ديك الأمراض تلقى في واحد الوقت اللي هو مبكر واللي يكون العلاج بسيط. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تيفي.